بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في المحاضرة رقم 30 من دورة الأكسس في النماذج المتقدم، وإن شاء الله هنتكلم النهاردة عن أزرار الأوامر. طبعا يا جماعة، أزرار الأوامر لو أنت جيت مثلا فتحت النموذج بتاع التصميم ده، هنشيل طبعا الزر ده عشان نبتدي شغل من الأول. دليت أزرار الأوامر هتلاقيها موجودة في الجزء بتاع التصميم، هنا هتلاقيها الشكل دوت. احنا المرة اللي فاتت طبعا خدنا اللي هو التحديد، وخدنا المربع بتاع التسمية، وخدنا الأداة ديت اللي هي بتاعة التبويب اللي هو سميها عنصر تحكم علامة الجدولة، وخدنا الأداة بتاعة التنقل اللي هي ديت اللي هي عنصر تحكم التنقل، تمام كده، وخدنا الخط دوت، وخدنا الشكل المستطيل اللي هو ده. النهارده هنتكلم عن زر الاوامر. طبعا زر الاوامر هنفرغ له حلقه كامله لان هو من الحاجات المهمه. مهمه ليه؟ لانه اول حاجه طبعا يعتبر من افضل عناصر التفاعل اللي انت يمكن تعمل معها فين في النماذج دي، اول حاجه. الحاجه الثانيه، زر الاوامر لما انت بتحطه بيقول للمستخدم يعني انت لو ضغطت على الزر دوت او الزرار دوت في حاجه تحصل، يعني معنى كده ان ممكن يكون في ماكرو، في كود مرتبط بالزرار دوت هيتنفذ كده كده، تمام كده. يعني من ضمن الحاجات اللي احنا بنستفاد منها في زر الاوامر دوت ان احنا طبعا بنستخدمه عشان نتنقل ما بين النماذج ونعمل عنصر التنقل ما بين ايه النماذج، تمام. طيب لو انا جيت فتحت النموذج اللي احنا شغالين عليه تصميم دوت، طبعا النموذج ده عشان تجربه ليس الا، صور شويه عشان هو شكله كبير وكده بهذا الشكل، تمام، ورسمنا اللي هو زر الاوامر بالشكل دوت. ايه اللي هيحصل لما بنيجي نرسم زر الاوامر بالشكل دوت؟ بيطلع لنا حاجه اسمها المعالج، اللي هو معالج زراري الاوامر اللي هو الويزرد ده، تمام كده. بيبقى مقسوم لحتتين، حاجه اسمها الفئات اللي هي الكاتيجوري، وحاجه اسمها الاجراءات اللي هي الاكشنز او الماكروز اللي بتتربط بالزرار دوت، تمام كده. وبيقول لي انت ممكن تعمل كذا حاجه. اول حاجه في مثلا تنقل بين السجلات. في تنقل بين السجلات انت ممكن تنتقل للسجل الاخير، ممكن تنتقل للسجل الاول، ممكن تنتقل للسجل التالي، ممكن تنتقل للسجل السابق، ممكن تبحث عن التالي، ممكن تبحث عن سجل، تمام كده. في عمليات على السجلات ممكن تضيف سجل جديد، ممكن تعمل تراجع عن التسجيل، ممكن تعمل تكرار للسجل، ممكن تعمل حذف للسجل، ممكن تعمل حفظ للسجل، ممكن تعمل طباعة للسجل. في عمليات على نماذج ممكن تعمل اغلاق للنموذج، تحديث بيانات نموذج، تطبق عامل تصفية اللي هو الفلتر، ممكن تعمل طباعة النموذج الحالي او طباعة النموذج، ممكن تفتح نموذج. في العمليات على التقارير ممكن انت تعمل معاينة للتقرير، فتح التقرير، طباعة التقرير، او تعمل التقرير دوت على اساس ان هو حاجة بريدية تترسل بي دي اف، او ان انت ترسل التقرير ده ايه لملف برضه بي دي اف. تيجي في التطبيقات ممكن تعمل انهاء للتطبيق على بعضه. في المتنوع هتلاقي في تشغيل استعلام، تشغيل ماكرو، طلب تلقائي او طالب تلقائي، معرفش دي بتاعت ايه، في طباعة ايه، بطباعة جدول مثلا، ماشي كده. هنقول مثلا احنا عايزين نعمل عملية على نماذج، وهنختار فتح ايه نموذج، ونقول له التالي. في التالي يقول اختار لك النموذج اللي انت عاوز تفتحه، وهنقول له عايزين دليل وظيفي، ونقول له التالي. يقول لك انت عاوز تفتح النموذج ده بحث عن بيانات محددة للعرض عشان تطبق فلتر معين، ولا عاوز تفتحه عشان تظهر كافة السجلات، هنختار الاختيار الافتراضي اللي هو فتح النموذج واظهار كافة السجلات، ونقول له التالي. تمام. بيقول لك طب عاوز تحط نص ولا تحط صورة؟ هقول له حط لي صورة، وبعد كده انا هحط ايه نص، تمام كده. يعني انت ممكن اختيار ان انت تحط نص او تحط صورة، انا اقول له اختار صورة واقول له التالي. وبعد كده بيقول لك سمي الامر دوت. طبعا التسميه دي علشان الكودينج يا جماعه، مش عشان هي تظهر، هي بتظهر طبعا في الشكل بتاع الامر، لكن هي عشان الكودينج في الاساس. يعني انهاء اتعمل الزرار. لو انا جيت كده عملت طريقه عرض النموذج نفسه، تلاقي الزرار شغال اهو، لو ضغطت عليه هيطلع لك نموذج دليل الموظفين، تمام كده. هقفل بهذا الشكل. طيب ايه كمان اللي احنا ممكن نعمله؟ لو انا جيت هنا وحبيت مثلا اخلي الزرار دوت ان هو يكون عليه نص بالاضافه للصوره، هعمل ايه؟ هاجي كده احدد الزرار نفسه، وهاجي في ورقه الخصائص اضغط الت وانتر او اف 4 عشان يظهر لي الخصائص معايا هنا، وهاجي في التنسيق، وهتلاقي في التنسيق في خاصيه اسمها ترتيب التسميه التوضيحيه للصوره اللي هي دي. فهو بيقول لك بلا تسميه توضيحيه، يعني التسميه التوضيحيه دي مش هتظهر، اللي هي اللي يعتبر الكابشن بتاعه او التسميه بتاعته مش هتظهر. فانا باجي في ترتيب التسميه التوضيحيه للصوره دي، وبفتحها كده واختار لليسار او اليمين او الاعلى او الاسفل حسب ما انت ايه عاوز. انا هخليها لليسار، اكبر الزر بالشكل ده، هيطلع لي الزر بالشكل كده. هاجي هنا واروح محدد ديت وامسحها واغير التسميه التوضيحيه لدليل الموظفين،
تمام، واضغط انتر. اللي حصل هنا ان انا خليت الزرار بدل ما كان نص او صوره خليته يقبل صوره ونص، صوره وايه ونص بالشكل دوت. تمام كده، عن طريق خاصيه ترتيب التسميه ايه التوضيحيه. تمام، طيب ايه اللي ممكن ان انا اعمله تاني؟ ممكن انا ابتدي انسق الزرار دوت، يعني ابتدي مثلا اشوف التنسيق بتاعه، ممكن اغير مثلا نوع الخط بتاعه، اخليه مثلا وليكن هناخد مثلا الخط اللي هو ادفرتايزنج بولد ده. تمام كده، ده كويس. ممكن اخليه بولد ايتاليك اندرلاين، يعني اسود عريض مايل تحتيه خط. ممكن افتح ديت مثلا واختار اللون بتاعه، لون الخط نفسه كده بالشكل دوت. ممكن كمان ان انا اكبر حجم الخط مثلا اخليه على 14 وليكن بالشكل دوت عشان يبقى واضح. ممكن كمان ان انا هاجي في الانماط السريعه ديت واختار نمط، وده انا حاجه بحبها يعني فعلا في موضوع الزراير ديت، وليكن مثلا الشكل دوت. تمام كده، هبص لأ الزرار بقى شكله واضح جدا جدا وجميل جدا جدا وشغال معاك. لو جيت هنا في طريقه عرض تصميم عرض نموذج، هتدي الزرار دي يشتغل معاك اهو، لو ضغطت عليه هدي الشكل ده او النموذج ده. طيب ايه كمان ممكن نعرفه؟ نرجع لطريقة عرض التصميم مرة تانية. ممكن كمان في التنسيق ان انا احدد الزرار دوت، وزي ما اخترت نمط هنا ممكن اتحكم في الانماط هنا، يعني مثلا ممكن اتحكم في الظل، ممكن اتحكم في التوهج، ممكن اتحكم في الحواف الناعمة، ممكن اتحكم في المشطوف والحواف دي، يعني شكلين شايفين الشكل ده، هو مختار الشكل دوت في المجسم يعني. ممكن اخليه مثلا شكل زي كده، شوف هتلاقي الشكل الزر اختلف ايه تماما بهذا ايه الشكل. ممكن اخليه مثلا شكل زي كده. تمام، يعني ممكن اتحكم كمان في التشكيل بتاع مين بتاعت الزرار عن طريق تأثيرات ايه الاشكال دي. طيب ايه كمان ممكن نعرفه عن زرار الاوامر دوت؟ ممكن نعرف كمان موضوع الحدث. اي زرار اوامر يا جماعه وظيفته اساسا انت بتضغط عليه بتحصل حاجه. طب الكلام ده موجود فين؟ موجود هنا في التبويب بتاع الحدث والخصائص. لو انا جيت عند النقر هنا هتلاقي في زرارين، واحد منقط كده وواحد تاني عبارة عن سهم. لو انت عندك اكتر من ماكرو ممكن تختار عن ماكرو منهم عن طريق السهم ده. لو انت عاوز تفتح الماكرو اللي هو مرتبط حاليا دلوقتي بالزرار دوت، تفتح الثلاث نقط دول، هيطلع لك الشاشة بتاعت مين بتاعت الماكرو، بيقول لك اسم النموذج طبعا عشان العربي، شايفين العربي عامل ايه بقى، يعني كل حرف اصلا متكود بشغلانه يعني. تمام، لو كان انجليزي طبعا كانت هتبقى اسهل، بس هو يعني العربي اصلا تكويده صعب شويه في وخاصه في البرمجه يعني. تمام، هقول لك اسم النموذج اهو، وهقول لك طريقه عرض النموذج عباره عن نموذج، وهقول لك وضع النافذه بتاعتك عباره عن عادي. تمام كده اهو، انا ممكن اخلي مثلا النافذه تظهر دي عباره عن ايه، عباره عن مربع حوار، عباره عن شكل عادي خالص كده. هقول له حفظ مثلا، واشوف الصفحه الرئيسيه بتاعتي، معلش هنغلق النموذج ده الماكرو دوت علاقة. هنشوف الصفحة الرئيسية ونشوف الدنيا ماشية ازاي. لو ضغطت كده هتبص تلاقي نموذج ايه فتح معاك بهذا الشكل وهكذا. تمام تمام برضو يعني يعتبر اللي هو زرار الأوامر دوت من أفضل الأشياء اللي أنت ممكن تستخدمها في التفاعل مع مين؟ مع المستخدم نفسه يعني. يعني هو يعتبر شغله كله عبارة عن تفاعلات ما بين المستخدمين وبعض يعني. بكده نكون خلصنا الجزئية ديت، وإن شاء الله هنلتقي في حلقة تانية بإذن الله، مع برضو مزيد من الأدوات لحد ما نخلص الأدوات كلها. إذا عجبتك الحلقة اعمل كومنت لايك شير عشان زمانك يستفيدوا منها، وإذا عجبتك القناة اعمل لي سبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.